تعال نشوف الليسون اللي جاي ده اللي هو السكوير روتس. طيب قبل ما نفهم السكوير روتس لازم نفكر كويس جدا. احنا خدنا في الريبيت المالتيبليكيشن الباور، اي حاجه باور 2 كان اسمها سكوير. ركز كويس بقى في السكوير روت. السكوير روت الاوبوزيت بتاع السكوير. طب تعال نشوف، ركز بقى معايا عشان نفهم كويس يعني ايه سكوير روت. محتاج اعرف لو انا عندي نمبر 4 its square equals 16 and square root of 16 is a 4، يبقى opposite of power 2 اسمه square root. يعني الكلام ده يعني انا عايز اعرف كم times itself equal 16، بقول 4 يبقى square of 4 اللي هي 4 power 2، وال 2 دي اسمها power، ال 4 بعتبرها البيس وال 2 اسمها باور. طب لو انا عايز اجيب السكوير روت اوف 4 بقول سكوير روت اوف 4 دي اسمها راديكال، وال 4 دي بسميها راديكان اور بيز. فانا عندي السكوير روت دي بسميها راديكال او بسميها سكوير روت خلاص، وال 4 دي النمبر اللي من تحت ده بسميه بيز. يبقى دي الاوبوزيت اوف سكوير، يبقى الاوبوزيت اوف سكوير اسمه ايه؟ سكوير روت. طب لو انا عندي 5 باور 2 ايكوالز 25، باور 2 لو انا عايز اجيب السكوير روت بتاع 25 هيبقى ايكوال 5. يبقى عرفنا ايه هو السكوير روت؟ الاوبوزيت اوف ذا ايه؟ باور 2. طيب تعالى نركز في حاجه تاني مهمه وتركز فيها كويس جدا عشان دي هتسهل حاجه تاني، حاجات كتير. انا عندي سكوير روت اوف 16 ايكوالز 4، برافو عليكم. يبقى ال 4 باور 2 لو انا عايز احسبها هتبقى بكام؟ ب 16. اكسلنت. طيب سكوير روت 256 ايكوالز 16. طب لو 16 باور 2 او سكوير اوف 16 هيطلع 256. طيب ال 16 دي ممكن اكتبها بشكل تاني، ممكن اكتبها بشكلين تاني. ممكن اكتبها 2 ذا باور 4، او ممكن اكتبها 4 ذا باور 2. طيب سكوير روت 2 ذا باور 4 ايكوال كام؟ ايكوال 4. ال 4 دي تفتكر اللي هي 2 باور كام؟ ايكوالز 2 باور 2. طيب تاني بقى، يبقى ال 16 دي ممكن اكتبها يا اما 2 باور 4 يا اما اكتبها 4 باور 2، لان 2 تو ذا باور 4 ايكوال 16 وال 4 تو ذا باور 2 ايكوال 16. طب انا عايز اجيب سكوير روت اوف 2 ذا باور 4 equals ال 4 دي هتبقى 2 باور 2، يبقى انا هكتبها 2 to the power 2، او ال 4 equals 4 to the power 1، يبقى square root ال 4 باور 2 equal 4 to the power 1. ملاحظ حاجة، انا عندي في الجزئين دول نزلت البيز زي ما هو، ال 2 نزلت البيز ب 2 خلاص في الفيرست 1، ال 2 نزلت البيز ب 2 زي ما هي، اما الباور عملت له divided او half الباور. Divided كام؟ Divided 2 on this 4 to the power 2، البيز 4 بينزل زي ما هو، و 2 half 2 2 divided 2 equals 1. يبقى أنا لو عندي square root لأي حاجة فيها power هتطلع بعملها divided A divided 2. 256 دي equals 2 to the power 8 أو 4 to the power 4. طيب أنا عايز أعمل حل ل 16 دي عبارة عن إيه؟ 2 to the power 4 أو 4 to the power 2. عملت في الفيرست 1؟ تعال نركز، ال 2 هو هو نفس البيز، ال half ال 8 4 نفس القصة، 4 هو هو لكن 4 divided 2 باور عملت له divided 2. يبقى خلي بالك من حاجه مهمه، السكوير روتس بعمل فيها ايه؟ بعمل البيز ذا سيم وهاف ذا ايه؟ ذا اكسبوننتس او هاف ذا باور، بعمل باور divided باي 2. ده الجزء الاولاني. لكن خلي بالك من ملحوظه مهمه جدا، انا عندي لاني تو نمبر، اني نمبر هاف تو روتس، عندي واحد بالبوزيتيف وواحد بايه؟ وواحد بالنيجاتيف. بمعنى لو انا عندي 9 عايز اجيب ال 2 روتس اوف 9، روت 9 كام؟ 3. طيب يبقى ده معناها ان 3 تايمز 3 ايكوال 9. طب يا مستر، طب ما نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 ايكوال بوزيتيف 9. يبقى انا عندي حاجتين،
لو انا عايز البوزيتيف روت هكتب بوزيتيف روت 9، والبوزيتيف ما بتتكتبش. لو انا عايز النيجاتيف روت هكتب نيجاتيف روت 9. خلي بالك النيجاتيف ما ينزلش تحت السكوير روت ابدا. اوكي، يبقى روت 9 ايكوال 3، يبقى انا كده عايز البوزيتيف روت. نيجاتيف روت 9 ايكوال نيجاتيف 3، يبقى انا عايز النيجاتيف روت. فايند تو سكوير روتس اوف ايتش اوف ذا فولوينج، ال 49، واحد بالبوزيتيف واحد بالنيجاتيف، يبقى اما بوزيتيف 7 يا اما نيجاتيف 7. اوكي طيب تعالى نشوف نيكست 1. روت 49 ايكوال 7، والنيجاتيف روت 49 ايكوال نيجاتيف 7. خلي بالك ما بنزلش النيجاتيف من جوه السكوير روت، النيجاتيف بيطلع بره. 64 اوفر 100، روت 64 اوفر 100 البوزيتيف، روت 64 ب 8 وروت 110. نيجاتيف هحط النيجاتيف من بره، روت 64 ب 8 وروت 100 ايكوال 10، يبقى 8 اوفر 10 او نيجاتيف 8 اوفر 10. في مشاكل في الجزء ده لغايه كده؟ يبقى انا عندي اني نمبر هاز تو روتس. طيب تعالى نعمل سمبليفاينج. روت 4000 40000، روت ال 40000 ده معناه ايه؟ انت خدت حاجه اسمها ساينتفك نوتيشن، لما نلم الزيروز هيبقى 4 تايمز 10 تو ذا باور 4، صح كده؟ طيب دي ايكوال كام؟ روت ال 4 ب 2، واتفقنا في الباور بعمل ايه؟ ديفايدد 2، يبقى 10 تو ذا باور 4 لما اعملها ديفايدد 2 ل 4 هتبقى 10 تو ذا باور 2، يبقى بقي 2 تايمز 10 باور 2. 2 تايمز 10 باور 2 رجعها اساسا للنمبر الاساسي بتاعها مش للستاندرد 4، هتطلع عندي ايه؟ 200. يبقى سكوير روت لل 40000 ايكوالز 200. سكوير روت 4 اكس باور 2 واي باور 4 اوفر 9. انا بوزع السكوير روت على كل حاجه فيهم. روت ال 4 ايكوال 2، روت اكس باور 2 بعمل ديفايدد 2 للباور يطلع لي اكس باور 1، وال 1 ما بيتكتبش. واي باور 4 ديفايدد 4 ديفايد 2 ايكوال 2، يبقى واي باور 2. روت ال 9 بكام؟ ب 3. ما تجيش تقول لي انا هعمل 9 ديفايد 3، لا انا بعمل الباور ديفايدد باي 2، لكن النمبر بجيب الروت بتاعه.